نانسي، يعني قولي لي ازاي رتبتي بقى لدخولك لمهرجان الموسيقى العربية؟ هو انا بتمرن اسبوعيا اوريدي مع الفريق مركز الحفني. تمام. اخترت اغنيه طبعا ادخل بيها بمساعده مامتي، وكانت المفاجاه بس في لجنه التحكيم، الحمد لله اثنوا على ادائي جدا، ولجنه التحكيم قويه. كنت مرعوبه طبعا اول ما شفتهم، موسيقار حلمي بكر، استاذ محمد الحلو، ومدام عفاف راضي. بس اتمرنت والحمد لله اتأهلت للمرحلة الثانية، والحمد لله كسبت. حلو جدا. طب قولي لي برضو، هل في مسابقات او مهرجانات تانية انت اشتركتي فيها؟ اشتركت السنة اللي فاتت في مسابقة اسمها مسابقة الموهبة الذهبية. دي مسابقة بتنظمها جمعية البلد اليوم، ودي برضو مسابقة من المسابقات اللي تعتبر سبق، لان تعتبر حاجة زي مسابقة المواهب بس للاحتياجات الخاصة. أوكي. شاركت برضو فيها من خلال المركز الحفني، وبرضو أخدت المركز التالت الحمد لله. حلو جدا. نانسي، أكيد طبعا يعني مشوارك ده يعني مشوار النجاحات الكبير اللي أنت محققاه لحد النهاردة الحمد لله مش بالساهل، وراه تعب، وراه برضو كفاح وقوة وإرادة وعزيمة. جه إزاي، وكمان إيه الصعوبات اللي واجهتك في الأول؟ اول حاجه تشجيع طبعا الاهل. تمام. دي حاجه امر مفروغ منه، مامتي واخواتي لهم سوا. تاني حاجه شغلي. شغلي الحالي في مؤسسه الحسن، ده برضو كان اكبر دافع ان انا اكمل اتحدى كل الصعوبات اللي واجهتني ايا كانت. سواء كان بقى يعني في الغنى، ودي طبعا كانت نقله ان انا اطلع من القوقعه واطلع قدام ناس وجمهور، ده كان كسر حاجز مش طبيعي وما كانش سهل بالنسبه لي. بس اصحابي بقى واهلي.